لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصراط المستقيم، فإنكم إذا صلحتم لا يضركم من ضل عن الصراط المستقيم ولم يهتدي إلى الدين القويم، وإنما يضر نفسه. يقول: ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا التوضيح من الشيخ رحمه الله في غاية الأهمية، لأن بعض الناس ربما يستدل بهذه الآية على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول لك: إن الله أمرنا في هذه الآية أن نعتني بأنفسنا ولا يضرنا ما عليه الناس من الضلال والفساد والمنكرات ونحو ذلك، وهذا فهم سقيم غير صحيح. كما قال الشيخ هنا: وهذا ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الأمور الأربعة والمحاور الأربعة هي أسباب الفلاح والنجاة من الخسران: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وهي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر الصبر على ما تقدم. فهناك أمر بالمعروف واجب على كل مسلم، وهناك نهي عن المنكر كذلك واجب على كل مسلم. إذا تعين عليه الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر فلا يجوز له تركهما بزعم أنه لا يضره ما عليه الناس من الفساد وأن عليه إصلاح نفسه فحسب. هذا غير صحيح، بل على الإنسان أن يجتهد في إصلاح نفسه وإلزامها سلوك الصراط المستقيم والعمل بطاعة الله عز وجل، ومن هذا الإصلاح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قدر الاستطاعة. طالما تعين عليه ووجب عليه التغيير وجب عليه الأمر فلا يجوز له أن يتركه بحجة أنه ليس هو من يفعل المنكر ولا يضره فعل غيره، لا، ليس بصحيح. ولذا في الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب أو بعقاب. وفي حديث زينب رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه كان في استطاعتهم التغيير بأحد طرقه ووسائله، التغيير باليد لمن له سلطان وقدرة وولاية ولا تكون من وراء ذلك مفسدة أكبر، أو التغيير باللسان النصح باللطف واللين ونحو ذلك بضوابطه، أو التغيير بالقلب، وهذا لا يعجز عنه أحد. فإذا ترك الناس هذه المراتب مع قدرتهم عليها وانتشرت المنكرات وظهرت، هذا إيذان بحلول العقاب العام والعياذ بالله. أما إذا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورته الشرعية وبالقدر الذي يستطيعه الناس، فهذا يمنع ويرفع ويدفع عن الناس العقوبة العامة. يقول: نعم، إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه فإنه لا يضره ضلال غيره. يعني إذا اجتهد الإنسان في العمل بطاعة الله وإصلاح نفسه وتهذيبها وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قدر استطاعته ولم يجد من
يستجيب له ولم يجد إجابة لما يأمر به أو ينهى عنه، فهذا قد أدى ما عليه ولا يضره ضلال غيره ولا فساد غيره. وقوله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا، أي مآلكم يوم القيامة واجتماعكم بين يدي الله تعالى فينبئكم بما كنتم تعملون، أي من خير وشر. تعلمنا هذه الآية على المسلم الاهتمام بنفسه، بتهذيب نفسه، بتعليمها شرع الله سبحانه وتعالى، بالاجتهاد في إحسان الفرائض وإكمالها وإتمامها وإتباعها بما تيسر من النوافل، بالحركة الدائبة لنصرة دين الله عز وجل حتى يكمل إيمانه وحتى ينجو من الخسران. فإن فعل ذلك ووجد بعض الناس قد ضلوا وقد انحرفوا وفعلوا ما فعلوا من المنكرات، فهو قد أدى ما عليه فلا يضره ضلالهم والعياذ بالله تعالى. كذلك فيها إثبات اليوم الآخر والوقوف بين يدي الله عز وجل والسؤال إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، وهذا يستلزم من العبد أن يحسن عمله وأن يعد للسؤال جوابا، لأن عمله معروض على الله عز وجل وهو محاسب عليه يوم القيامة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.